اليوم ما شاء الله عاوتاني غادي نرجعوا للصال ديال البازيك فيت شنو نديروا فيه شي حصه هذه تكون ناضيه. تبع هو ايوب دابا غادي من الدار نستناو يوسف واسماعيل حتى هما يهبطوا ونديروا بيطون وين وسط الطريق للصال. خليكم معنا. السلام عليكم الدراري، اليوم غندير لكم فلوج جديد في صال جديده، اكبر صال في اليوم. شحال ما كانش شي عند دابا كيجيو على حد الساك الدراري ديروا شي حطه خبيناهم. باقي قاسمك ياك عندك تحكم لينا اخي انور؟ لا لا مش خير. اصعب حاجه في هادشي كامل اللي درنا دابا هي بلاصه فين تباركي الطوموبيل. والو باركي غير ديوز الله صافي اليوم معاناه شكون بيا شي مشينا وصلنا صافي في الطوموبيل. هنا ما دايرينش اليوم في الباركينغ ديال لاصال زقرام انا يعني. اول حاجه باش تعرفوا المغرب احسن من فرنسا في الباركينغ. مشينا شو نجيبو دابا شي انرجي درينك باش ناخذو منها الباور ونبلبلوها في لاصال. كلشي داخل على ودي قرعة المول صغيرة. بونجور شحال هو صاحبي؟ فيه البروتين. سير؟ فيه البروتين. خود خود ناخذو علاش عطيتي؟ الشوكولا شو الشوكولا العالمية. فين؟ شو واحد تبع واحد نصور لهم لي زينيرجي درينك. يوسف اللي غيختار لنا كل لي زينيرجي جيب لي الزرقاء شنو بغيتي؟ الخضرة هادي؟ لا هادي هادي زيرو سكر. حنا ما كنضربوش. لا لا باغي زيرو سكر. انت بغيتي سكر؟ اه هادي ما يجربش زيرو سكر. قلت انا اللي حداه هادي شيونسا؟ هكذا قلت لهم دابا راك اول مرة غادي تشرب هادي داكشي علاش كتصور. ما كدير صح دخلوا ندور طلع لي في الدوش ديال العصاره الدراري ان شاء الله ناضي 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 ديال المريض. دوخ دوخ شد مضغ زين شكي يا راسل سكين جبير زنجبيل ها؟ زنجبيل صح مكسوبة شمال هذا
عاودوا هداو